الحقيقة لقد جيء بنا هنا غصبا، لكن الأمر هو أني لم أكن أعلم أنها سيارتك، وبالتأكيد لم أكن أعلم بعرس ابنتك. أنا وثقت بك يا تيك، واستقبلتك في بيتي، أكلنا معا، جدتي طهت لك كانولي، وأنت كيف رددت الجميل ببساط من مقعدة الضربان. مقعدة الضربان. أنا وثقت بك يا تيك، واستقبلتك في بيتي، أكلنا معا، جدتي طهت لك كانولي، وأنت كيف رددت الجميل ببساط من مقعدة الضربان. مقعدة الضربان.